احنا عندنا اكتر من 9 سنين تمرين هنتمرن فيهم على العزلة كل سنة اكتر من 3 شهور. اللي مش بيقدر يكمل هيقف وهيجي حد تاني مكانه، لانه في ال 24 هيبقى ليهم زي فريق احتياطي بيتمرن برضو مكون من 16 شخص. لانه احنا بنتكلم في 9 سنين ممكن حاجات كتيره تحصل. فاحنا ما حدش هياخد خطوه ان هو يركب الصاروخ ويطلع للمريخ من غير ما يكون جاهز تماما وفاهم يعني ايه رحله 7 شهور. وفي جزء من الرحله مش هتقدر تشوف الارض خلاص، ولسه مش قادر تشوف المريخ. ففي جزء انت فعلا هتقعده هتبقى مش شايف التارجت بتاعك ولا شايف وطنك اللي انت خرجت منه، وده هيحتاج تدريب ذهني شاق جدا وكبير جدا. فاحنا عارفين كل الكلام ده ولازم نتمرن عليه طبعا الفتره اللي جايه سواء انا كنت موجوده او مش موجوده. اخر شيء سريعا جدا، هل لديك فرصه للتراجع؟ يعني اذا اردت ان تتراجع عن المشاركه هل هناك فرصه لذلك؟ إذا أردت طبعا في فرصة، ولكن أنا ما أقدرش أتكهن باللي هيحصل قدام. أنا بتكلم من موقعي النهاردة. أنا حاطط هدف قدامي وشايف إنه في الآخر الجول كبير جدا، ولو نجحت المهمة اسمي هيفضل موجود بعد ما أموت بمئات السنين. أنا عايز أعمل حاجة زي كده. أنا شايف إن دي حاجة كويسة لجيلي والبلدي والوطن العربي كله وكمان للبشرية. محمد شكرا جزيلا وكل التوفيق بالطريقة التي تريدها. محمد سلام المتسابق على نيل فرصة الهجرة إلى المريخ، شكرا جزيلا لك. لكن